السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم. هذه المحطة اليومية التي تتابع بالتفصيل الوضع الصحي في البلاد وكذلك التطورات الاقتصادية السياسية والاجتماعية. دائما البداية بآخر تطورات ملف كورونا في الجزائر، حيث آخر الإحصائيات الصادرة عن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر فأنه تم تسجيل 107 حالات جديدة بكورونا، وتم تسجيل 6 وفيات رحمهم الله، فيما تم تسجيل 151 حالة جديدة حالة شفاء. مشاهدينا الكرام، هذه الأرقام وأخرى سنقرأها في هذه الحلقة، ولكن كذلك حلقة البلاد اليوم تتوزع على جزئين. سنناقش في موضوع بعد قليل يخص التضامن الاجتماعي ووزارة التضامن التي أطلقت خطا أخضرا لصالح التكفل بالفئات الهشة، وسيجيبني عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تخص الشبكة الاجتماعية، تخص العاملين في القطاع، المنحة الجزافية التضامنية، مشاريع التضامن المستقبلي. كل هذه القضايا سنعالجها في جزء ثاني، ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بضيفي في البلاطو الأستاذ جمال رحيم، وهو مستشار بوزارة التضامن الأسرة وقضايا المرأة. مرحبا بك سيدي. شكرا أستاذ بوعافية. إذن لو سمحت فقط، رغم أن الخطوط مغلقة جويا، سنسافر بعد قليل أنا وأنت والمشاهد الكريم إلى بريطانيا، أين يتواجد هناك مأمون إبراهيم، وهو دكتور استشاري في أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى ستوك مانديفيل. مرحبا بك سيدي الكريم. مرحبا، تحياتي، شكرا على استضافتي المرة الثانية. العفو، نشكرك أنت على تلبية الدعوة. سنتحدث اليوم من حكايات التي لا تنتهي، وهذا المسلسل الذي لا تزال حلقاته من يوم لآخر تظهر علينا، وهي تصريحات منظمة الصحة العالمية في أوروبا. اليوم الأربعاء تحدثت عن أن موجة ثانية ستهدد العالم بحدوث موجة ثانية من كوفيد-19. ما حكاية منظمة الصحة العالمية دكتور؟ هو بالتحديد هي تحذر من موجة ثانية ولا تتنبأ بحدوث الموجة الثانية. الأهم من ذلك هو الإجراءات التدريجية التي تتخذها الحكومات لتخفيف القيود. احنا لا نتحدث عن موجة ثانية حتمية، ولكن عن موجة ثانية ممكنة، والله أعلم. على ماذا تستند هذه الإمكانية؟ هل لأساس علمي؟ هل لقراءة في الأرقام؟ هل للتطورات؟ هل لعدم قدرة العالم على اكتشاف لقاح؟ في الطب والإحصائيات في شيء اسمه عدد التكاثر الأساسي. عدد التكاثر الأساسي ببساطة يعطيك لمحة عن كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقل العدوى لهم من شخص مريض إذا لم تكن هناك إجراءات. تم حساب هذا العدد بأنه بين 2 إلى 3 أشخاص يتم انتقال العدوى لهم من المريض بدون أي إجراءات. نحن الآن مثلا في بريطانيا العدد نزل إلى تقريبا 0.7 إلى 0.9، وهذا فارق كبير مع الإجراءات، مما يعني أنه طالما في إجراءات وقائية وإجراءات سليمة فهذا يعني أنه هذا العدد سيكون محدود والموجة الثانية غالبا لن تحدث. ولكن بريطانيا سيدي الكريم وأنت أعلم مني بذلك سجلت اليوم أرقام كبيرة، نتحدث عن وفيات، يعني ما تعليقك؟ تفضل تعليقك. صحيح بريطانيا تأخرت بالنسبة لكل الدول الأوروبية في اتخاذ الإجراءات الوقائية. الأفضل، المثال الأفضل هو غالبا هو دولة مثل ألمانيا. مثل ألمانيا الآن العدد فيها أصغر بكثير، يعني هناك في عندك 200 إلى 400 إلى 500 حالة يوميا، والحكومة أجبرت الناس على استخدام الإجراءات الوقائية مثل الأقنعة، بالذات لما يدخلوا إلى أماكن مغلقة. هذا أمر مهم جدا، لذلك بريطانيا كنموذج لا يحتذى بها 100%، ولكن ممكن أنك تأخذ كوريا الجنوبية، ألمانيا كمثال أفضل. هذا التنوع لكوفيد يعني هو ينتقل من مكان لآخر، يعني لا يسعه مكان، هو اليوم يتجول في أمريكا اللاتينية وربما من جهات أخرى من العالم. ما حقيقة هذا التطور؟ الحقيقة بكل أسف إنه الدول لا تتعلم مما يحصل من الدول اللي قبلها. يعني في أوروبا بالذات في بريطانيا لم تتعلم مما حدث في الصين، لم تتعلم مما حدث في ألمانيا، لم تتعلم مما حدث في إيطاليا، في إسبانيا، والبرازيل وغيرها من الدول أيضا لم تتعلم مما حدث في الدول الأخرى. والآن نرى في البرازيل تجاوز 500,000 بني آدم مصابين بالمرض، وأعداد الأموات أظن أنها أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة عنها. ولذلك بالذات الإهمال هو إهمال حكومي بالنهاية.
سيدي الكريم، هناك أرقام لا تزال تسجل. نحن نتحدث عن أقريب 400 وفاة في العالم وتسجيل تقريب 6 ملايين، ولكن نشاهد أن العالم يهرول إلى فتح أنشطته التجارية والسياحية وحتى التمتع بزرقة البحر وكل المنتجعات. لماذا هذه الهرولة العالمية نحو حياة طبيعية جديدة على الرغم من أن كورونا يتربص بالعالم؟ هو شيئين. الشيء الأول أنه نحن كبشر لا نستطيع أن نبقى في الحظر إلى الأبد، رقم واحد. رقم اثنين، طبعا الاقتصاد بيلعب دور، وفي غالبية الناس في مراحل يجب أن نمشي فيها. المرحلة الأولى، المرحلة الثانية من الحجر، المرحلة الثالثة. في ناس تحب أنها من المرحلة الأولى من القيود إلى المرحلة الرابعة مباشرة، وهذا الأمر اللي هو يشكل الخطر الحقيقي بشكل عام. هل ترى أنه ضرورة التعايش، هذا المصطلح الذي ظهر مؤخرا هو الذي أصبح كما نقول نعمة العالم، وأنه يتأسى به ويريد أن يكون منفذ خلاص، لأننا لم نستطيع أن نحتوي هذا المرض من خلال وجود لقاح، لذلك كان الأسهل علينا أننا نريد بهذا المصطلح التعايش، حتى من المصطلح التعايش السياسي أصبحنا نتعايش مع الأمراض. هل هذا أن العالم عاجز فعلا على أنه يجد لقاح أو يتعامل مع هذا الوباء؟ في البداية العالم عجز في ردة الفعل الأولى. رقم اثنين، اللقاح سيد الكريم يأخذ بالعادة أقل شيء من سنة ونص إلى سنتين، ونحن لازلنا نتحدث عن فترة لا تزيد عن 3 إلى 4 أشهر، فإن نتوقع أن حدوث لقاح بهذه السرعة هذا أمر مش صحيح، رقم واحد. رقم اثنين، العلاج أيضا يأخذ سنة إلى سنتين، وبحوث تأخذ إلى عدة سنين. الآن في نوع علاج بدأ الآن بإدراجه، ولكن لا يبدو أنه فعال 100%، ولكن هذا ضمن الدراسات حاليا. التعايش أمر مهم جدا، لأنه في البعض يقول أنه هذا الوباء قد يكون مرض العقد القادم، وبحالنا الأحوال يجب التعامل معه. فالأمل أنه يكون في نوع من المناعة، يكون في لقاح، واللقاح هو الأنجح حتى من العلاج بشكل عام كما رأينا في الإنفلونزا. دكتور، ربما كما تحدثنا منذ قليل على أن العالم يريد أن يفتح كل منافذه الجوية والبرية والبحرية لاستقطاب عدد السواح، ألا يشكل هذا خطر؟ لأننا رفعنا شعارا محلي، اقعد أو ابقى في دارك. هل اليوم العالم عليه أن يرفع شعار ابقى في بلدك، ابقى في قارتك؟ نعم، بالتأكيد. فتح السياحة بهذه السرعة أنا أظن أنه شيء خطأ تماما، لأنه إحنا ما زلنا في مرحلة الطفولة بالتعامل مع هذا المرض. إحنا لا نعرف عنه الكثير، وإذا فتحنا معناته لازم المسافر قبل السفر أن يعمل فحص، وبعد وصوله يعمل فحص، لأنه ممكن أيضا يصاب بالبلد اللي هو يذهب إليها ويعود بالمرض إلى البلد التي هو منها. ففي النهاية هاي كلها مغامرات بالتأكيد من أجل الاقتصاد وتخفيف الضغط عن الناس، ولكن العواقب سنراها عندما في الأشهر المقبلة. بالنسبة للانتقادات التي توجه لمنظمة الصحة العالمية والتي تظهر من بلد إلى آخر، من مسؤول سياسي إلى مسؤول آخر، هل هذا يزيد من ضعف ويعني عدم قوة وقدرة منظمة الصحة العالمية على التجاوب مع المرض بالكيفية التي يتطلبها أو يطلبها العالم؟ منظمة الصحة العالمية تعاملت مع هذا المرض بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الضعف، وهي لما لم تتعامل مع المرض أول ما بدأ ظهوره في الصين وإعلانه كوباء تقريباً ب3 أسابيع أبدر مما أعلنوه كوباء. فهي كانت مرحلة الضعف التام، وأظن كان في ضغوطات، وأظن الأرقام الصينية مغلوطة أيضاً. ولكن بعد ذلك تعاملت معه بشكل أفضل ونشرت النصائح وتوضيحات وبدأت تدعم البحوث بالنسبة للأدوية وللقاح ولكل ما ذلك، ولكن الآن أيضا العملية السياسية بالتأكيد. دكتور، نحن ما يقارب 4 أشهر ونحن نتحدث، وجبتنا الدسمة الإعلامية صباح مساء هي كورونا، كل حصصنا كورونا، وهذا ما دعا البعض على أننا أصبحنا نتعامل مع شيء مبتذل. هل هذا الأمر موجود في بريطانيا، في الدول الأوروبية؟ ما يزال الإعلام يتعامل مع كورونا يوميا، والمواطن البريطاني أو الأوروبي بحاجة إلى معلومات كثيرة كل يوم عن كورونا؟ أنا أقدر أن محتوى الأخبار في كل الدول الأوروبية لا يقل عن 50% يتحدث عن الكوفيد-19 أو عن الكورونا.
للأسف يعطى أكبر من حجمه من جهة، ولكن يجب تحذير الناس من جهة أخرى. وأيضا هذا الأمر جيد لأن الناس لازم تأخذ المعلومات من الجهة الأصح، لأنه نحن نرى على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التدليس والكذب أيضا. ولكن هذا سلاح ذو حدين، طبعا التهويل سوف يؤدي إلى تخويف الناس وبالتالي إلى عوامل سلبية. ومن الجهة الثانية إذا بدأنا نوصف كأنه مثل إنفلونزا أو زكام خفيف، هذا شيء خطير جدا، لأن هذا المرض له عواقب وخيمة عند البعض، مثل جلطة الدماغ، جلطة الرئتين، جلطة القلب، يؤثر على الكلية، يسبب تليف الرئة بالأطفال، يسبب مرض للأوعية الدموية والغدد الليمفاوية. الواحد لازم يكون حذر من الجهتين. سيد الكريم، حينما ظهر الكورونا والكوفيد 19 في الصين ثم انزاح وزار زيارة غير مرغوب فيها إلى أوروبا وفعل بها فعلته، كان العالم ينتظر أن يكون الدور على إفريقيا وأنها دول يعني ضعيفة، بنية تحتية متهرئة، اقتصادها ضعيف، وبالتالي كانوا يخوفونا ويقولون بأنه الدور عليكم والحبل على الجرار. ولكن الحمد لله مع تواصل ضربات كورونا لا تزال إفريقيا صامدة ربما من خلال الأرقام. هل ما زال الدور حقيقة على إفريقيا؟ أنا في المرة الماضية لما كنت عندكم أنا كان اعتقادي أن الدور القادم على إفريقيا، ولكن بعد كل هذه الأسابيع وأنه لم يحدث شيء، ففي أمر يتعلق بإفريقيا أظن يجب البحث فيه، لماذا لم تصب إفريقيا؟ بينما لما ننظر إحنا إلى أمريكا الجنوبية فهي نفس عند تنوع السكان، ورغم ذلك أصابه المرض بشكل كبير. فلذلك المفروض أنه يجب البحث ليش المرض لم يصب إفريقيا كما أصاب غيرها من القارات. أنا أمر بصراحة يعني يثير اهتمامي جدا. من خلال ماذا يثير؟ أعطيك توضيح صعب جدا دكتور. هل هذا توجس علمي أو توجس تحت الطاولة يعني سياسي؟ التوجس في البداية كان علمي. ليش؟ لأنه أصاب كل القارات وأصاب كل الأنواع، كل الأعراق وكل الأجناس. ولكن مع الوقت إحنا نتعلم كما قلت لك عن هذا المرض، والآن تعلمنا أنه في أفريقيا لم يصب الناس كما كنا نتوقع، ربما في أرقام مخفية، ولكن لا أتوقع الأرقام المخفية تكون بالشكل اللي هي نراها الآن في أمريكا الجنوبية. وأظن نحن عندنا لازم نتعلم مما يحدث في أفريقيا والسبب أيضا. دكتور دعني يعني أمارس بعد الإنزال من بريطانيا إلى الجزائر، نحاول أن ننزل بالطائرة الحوارية إن صح هذا التعبير سيد الكريم. نعطيك بعض الأرقام في الجزائر. تقريب هذه 8 أيام منذ متابعتنا لأرقام كورونا، كنا 194 خلال الثلاثاء الماضي عشية عيد الفطر المبارك باليوم الثاني، ونحن باليوم الثامن بالتمام والكمال فسجلنا من 194 واليوم 107. هل هذا مؤشر في الجزائر يعني جميل، مؤشر يعني يؤكد على أننا قادرين على التغلب أكثر على كورونا؟ هذا مؤشر إيجابي جدا. أنا أتابع الأرقام في الجزائر بالذات بدول المغرب العربي، هي في تحسن بشكل عام أو ثابت على الأقل. في عامل لم ينتبه له الكثير من الناس ومن أهم العوامل بالنسبة للدول الأوروبية بالذات، عوامل بيوت العجزة. في بريطانيا لا يقل الآن عن 15,000 شخص أو ساكن من بيوت العجزة ماتوا هنا في بريطانيا بسبب الكوفيد 19، بينما هذه الأرقام لن نجدها عندنا في الدول العربية لأن هذه الأمور أصلاً مش موجودة، وعندنا كل الكبار في السن لا زالوا يعيشين في البيوت لا يختلطوا بالممرضين اللي هم بيختلطوا فيهم في البيوت العجزة. هاي عامل مهم جداً 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 في انتقال المرض. موضوعي واصل سيد الكريم، واصل تفضل. أما بالنسبة للجزائر فطبعاً الأرقام ممتازة جداً، أرقام مشجعة جداً. إذا الجزائر تواصل نوعا ما تباعد اجتماعي، نوعا ما الوقاية، الالتزام بالأقنعة، التغسيل، كل شيء يتم إدخاله إلى البيت، غسل اليدين، أنا أظن أن الجزائر يعني أمام مرحلة مهمة، وإذا تجاوزت هذه المرحلة أنا أظن أن المرض لن ينتشر كما انتشر في أي من الدول الأخرى. أستاذ أو دكتور مأمون، يعني في حديث عن مسألة إنسانية مهمة في أوروبا، نتحدث عن أن بيوت العجزة التي قلت عنها أنه في الدول من دول أوروبية وجدوهم يعني موتى عدد كبير، ومبررهم في ذلك أنهم يقدمون العلاج والاهتمام بالناس الذين يأمل شفائهم. هل هذا عمل لا إنساني صحيا يعني؟ شوف، هو لازم الواحد يوازن. في
المرضى الكبيرين في السن جدا، يعني انت لازم تعرف انه دخولهم الى العنايه المركزه ووضعهم تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، يعني كل دراسه تقول انه لن يجلب لهم الكثير. ولكن الاهم كان من ذلك انه تم اهمال بشكل كبير الاجراءات الوقائيه. فكان نسمع عن الممرضين اللي بيشتغلوا هناك انهم ليس لديهم اي نوع من الاجراءات الوقائيه، يعني يستعملوا نفس الملابس لكل النزلاء البيت العجزة. فهذا أمر خطير جدا، وهذا ما نقل المرض ونشره أيضا. هم كانوا يجيبوا المرض من برا وينقلوه في بيت العجزة وهكذا. سيد الكريم، نحن في الجزء الثاني من حلقة البلاد اليوم، سنتعرض إلى بيوت العجزة في الجزائر، ومعي ضيف كريم سأناقشه في هذا الموضوع. قبل أن تغادرنا دكتور، كيف تتوقع كورونا خلال هذا الصيف أرقاما؟ يعني أنا أتوقع أنه يستمر في التحسن، لأنه غالب الدول لا زالت يعني حذرة جدا، ولكن أنا أتوقع أنه سوف يستمر وضع التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية على الأقل حتى نهاية 2020. لا أتوقع ظهور اللقاح قبل سنة 2021، وإذا ظهر فسيتم تجربته على شكل محدود ولن يكون متوفرا للجميع. ولكن إن شاء الله نأمل الجميع الخير والصحة ونربنا. دكتور، سؤال أخير بالنسبة للواقي أو القناع، يعني هل هو مفيد وينق يعني ينقص كثيرا من العدوى؟ نعم، الأمر المهم في القناع إنه القناع يقال إنه لا يحمي من يلبسه ولكن يحمي من يقابله. فلذلك المهم في الأقنعة إنه الجميع يلبسها عشان كل منا يحمي من يقابله أو من يلتقي فيه أو من يكون على اتصال فيه. لذلك إنه واحد يلبس قناع وواحد لا يلبس قناع بتخفف من فعالية القناع، ولذلك المهم الأقنعة تكون للجميع برأيي. دكتور مأمون إبراهيم، الاستشاري في أمراض الجهاز التنفسي من مستشفى ستوك مانديفل ببريطانيا، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، نواصل معكم في حلقة البلاد اليوم، ولكن بعد فاصل قصير. تكرموا بالبقاء معنا